هذا سائل يقول: ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من يقول إن هذا كناية أنه في آخر الزمان يكثر العقوق، يكثر العقوق بحيث أن البنت تتكبر على والدتها كأنها ربتها وكأنها تملكها، هذا من العقوق. وبعضهم يقول المعنى والله أعلم أنه يكثر السبي في آخر الزمان، يكثر السبي في آخر الزمان، سبي النساء وسبي أولاد المشركين. ومن المعلوم أن مالك ما المملوكة له أن يطأها، تلد منه، إذا ولدت منه فهي حرة، وأمها مملوكة باقية على الملكية، فالبنت حرة والأم مملوكة، فالبنت تملك سيدتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تملك البنت، تملك أمها رقيقة وهي حرة. نعم.